السلام عليكم الأولاد، مرحبا بكم الناس الكل. تسمعوا فيها صوت المريج الواضحة؟ أيبه، عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. الحمد لله، عايش كنوري، الحمد لله، الصحة لباس ورب يسترنا، الحمد لله. به عايشكم، بارك الله فيكم. لاباس لاباس، هكا جست الطقس برد شوية، واحد يولي نفنف شوية شوية، قريب شوية حاجات كي كمان. الحمد لله لاباس. كورونا لا الحمد لله. مع السلامة سفيان، وين كاي؟ الحمد لله. به دونك نبداو نكملو السيري متاعنا، باش نبداو في الأريال. كان نجمنا، فما شكون المرة اللي فاتت قال لي نحبو نبداو في الأريال باش عنده داس حاجة هكا. به جداي برا يحب على الميكرو. لحظة، اوكي يا برا، لحظة برك. صافا، انتم حاسين روحكم توا بارابور للبوبين، شابيتر بوبين، فاهمين امورنا واضحة؟ معناها عندكم مشاكل ولا صافا؟ كيفاش تحسوا فيه ديجا الشابيتر؟ صافا بيه. وينك يا براء؟ هزيت يدك؟ ولا اوكي توق نو، مهدي هذا براء. ولا براء، مرحبا، لاباس؟ عليك الحمد لله. الحمد لله، عايشك. بلا ما دام انا الحصص الزوز حصص الاخرين انا ما حضرت لهمش، تاع زرجيتيت وخدمتهم، اها، خدمتهم انا عاود خدمتهم وحدي، بقى كان البارتي الاخرانية بالكل تاع الرابع. اها، كيفاش عملنا الكورب الاخرانية؟ الباقي الكل خدمته طلع صحيح. معناها ما لقيتش اشكالية الا في البارتي. شنو في قلت لي كيستيون اكزرسيس الرابع، الكورب هذه نتاع الاو 1 كيفاش صورناها؟ اي هذه باهي، اوكي باهي برا. اتو نعمل توا بتي رابيل ديجا، احنا باش نكملوا السيري، جوست نعاود نوريك هذه ونتعداو. ملاهي باهي، باهي. اوكي. دونك الناس الكل بريسك قاعدين يقولوا سهل، سافا، باهي، تري بيان. فما شكون قال كومبليكي شوية؟ نضال ماهوش كومبليكي، راهو اما سافا. فوالا، دونك الفينومين لازم تفهموا معناها الفينومين دوتو اندكسيون والفينومين دانديكسيون. كي يبدا عندك ايمون كهو نقولوا اندكسيون، كي يبدا عندك معناها واحد هالبوبينة تولي اوتو اندكسيون. ديجا الاكزاسيس 5 هذايا باش نوريكم معناها كيفاش نجموا لي دو فينومين يصيروا معناها افيك دو سولينويد. داكوغ، الوالانز، فوالا، لازمكم تعرفوها. سؤال مهدي، مهدي سؤال، باهي داك لحظة يا مهدي. الوالانز، أحمد منديلي، وين كملت السؤال متاعك؟ أريل داخل في سانتيز، لازمنا نكملوه. وي نورمالمون، هاي باهي. ما عندكش سؤال؟ داكوغ، مالا خلينا نبداو به. L'auto induction se fait en E égale moins LDI sur DT. Non, dis-moi le E, je le E, la FEM d'auto-induction, dis-moi moins LDI sur DT. Fakat, ma indique je plus RI. RI est dit que tu z fait tension de la bobine. Ma tu as une bobine réelle. Ok? Donc, la FEM est dit que E, dis-moi moins LDI sur DT. Fakat. Ok? اي عنا الاكزرسيس نادر، عنا اكزرسيس 5 كملوا فيه ساعه في ساعه ديجا جوست يعني فهم. اوكي، ومن بعد نتعدوا الاريل. اوكي، ال سي تنحى؟ لا ما تنحاش ال سي، نورمالمون ما تنحاش. ب هاي ب هي مهدي. يلا سيدي نبدا. وي ب بالنسبه للبراء التونسيون ديما لهنا ايجال بهنا رجع شويه. احنا on a calculé pour les intervalles les hommes e. كيفاش قيناها احنا ال e؟ قلنا دونك ديما ال e هي moins LDI sur DT. اوكي، دونك moins وين الابليكاسيون؟ voilà. دونك عندي e2 égal moins LDI sur DT، وقلنا DI sur DT هي البونت هذيك. دونك كي نحسبوا ال e2 par exemple نلقاوها 6 فولت، وكي حسبنا ال e1 قيناها moins 6 volts. Donc tension dans la bobine باش تكون مره خاطر الكورون، regarde شوف الكورون تاعنا كيفاش، مره il augmente، مره croissant، مره décroissant.
D'accord? Ben, qui حسبنا احنا que des i sur dt, donc تعطينا le pente. Voilà. Donc, احنا qui la tension UB finalement dans la bobine, باش تكون moins E, في المطلق. في général, il y a moins E. Donc, alors que هي le E, قاعدة تتبدل, خاطر الكورون مرة يطلع مرة يهبط. Donc, في البارتي الأولى, le E هذه هي E1, وفي البارتي الثانية, le E هي E2. Donc finalement, la tension dans la bobine égale marra E1, waqtesh, waqt li temps appartient à 0,2 millisecondes, ou marra moins E2, waqt li t appartient à 2,4 millisecondes. Or, n'arfo hni le E1, qina par calcul égale à 6 volts. Donc moins 6, معناتها moins E1, باش تعطينا 6 volts. OK? Moins moins 6, تعطينا 6 volts. Donc pour l'intervalle 0,2 millisecondes, la tension elle est égale à 6 volts pour toute cette durée. وقت اللي الكورون يبدا بوزيتيف دي اي سور دي تي بوزيتيف باش تلقى ال E1 نيجاتيف دونك لو موان E1 باش يكون اوسي بوزيتيف اوكي وقت اللي البونت الي نيجاتيف معناها دي اي سور دي تي الي نيجاتيف ال E2 الي نيجاتيف اما الموان نتاعها باش يكون نيجاتيف بلوتو E2 بوزيتيف دونك الموان نتاعها باش يكون نيجاتيف. J'espère que c'est clair. Mais ça y est, il y a une application. L'application, maintenant, il faut le E, la formule de T, ou le LD, ou le UB, la formule de T. Il y a une fois que tu as donné les valeurs, je vais savoir constante, je compte pas, fait l'intervalle 0,2, constante liée à moins 6, fait l'intervalle de 4 millisecondes. D'accord? B. L'exercice 5. شوفوا دونك ليكزارسيس 5 حبيت نحطو باش تشوفوا خاطر تنجم تجيكم هذه معناكم كوا فازا وكل شيء دو بوبين في وسط بعضها الوغ كو الموضوع سهل ياسر معناها باش نشوفوه الوغ اون بلاس اون بوبين بي بوبين الصغيره هذه على انتيريور دان سولينويد سولينويد قلنا هو اون بوبين اما لكن طويله معناها اللونغور نتاعها اكبر برشا من الريون الريون هو هذا كي تبدا اللونغور كبيره برشا نقولوا سولينويد دونك حكايه فيها كيف كيف بوبين اون بلاس اون بوبين بي دون اون دون ان سولينويد اس دو فاصون كو لور اكس كوانسيد معناتها دو ميم اكس زوز سو سولينويد اي باركورو بار ان كورون اي دانتنسيتي اي كونستانت دونك السولينويد الكبير اوزرو لاحظوا معايا سولينويد اس مربوط افيك ان جينيراتور دو تنسيون ايديال دونك باش يعطينا ان كورون اي كونستانت dans le sens indiqué par la figure 50. Donc, ah ouais, le sens de I, ça c'est I. Puis, le solenoïde le cuir, donc il est vers le bas, le solenoïde S, où il y a bien sûr l'élémentaire. Ben, avec I, on a constante. Ben, on a vu qu'il y a de l'I constant, on a le bobine, mais il fait un chat. L de I sur dt, dI sur dt, il y a la dérivée d'une constante, puis il y a 0. Okay? Donc, il y a finalement, okay, elle se comporte, في الحالة هذه وقت اللي اي كونستانت, elle se comporte كأنها tout simplement خيط. اوكي okay? كأنها خيط هكا ما بين هذا وهذا. واضح؟ الـ comportement, hein? D'accord? باهي. من بعد قالنا petit a, en ouvrant l'interrupteur K, un courant induit apparaît dans la bobine B. Expliquer l'apparition de ce courant et préciser son sens par rapport au sens du courant inducteur. B. Donc, شنو اللي باش يصير en fait احنا توا سي لو كورون الي اتابلي و البوبينه كاينها خيط خاطر فماش حتى فاريشن دو كورون اي الي كونستانت ولكن وقت اللي باش نحلو الانتربتور هذايا شنو باش يصير لنا في السيركوي وقت اللي نحلو لو كورون احمد قال يسخن الفيل بون عادي اذا كان عنده ريزيستانس باش تسخن بيان سور عادي معناها مش حاجه كبيره به مهدي قال باش تصير ايتانسيل مهدي اكتبها صحيحه بربي ايتانسيل لازمك تعلم تكتبها صحيحه ايتانسيل لو اون فلام باهي الموضوع احنا اللي حاشنا بيه اون فيت ابار ايتانسيل والفلام اي تو سا شنو الفينومين اللي باش يصير في وسط البوبينه صحيت يا محمد حميسي محمد ونادر متالي فوالا باهي احمد ما نقولوش ديشارج في البوبينه راهو ديشارج نحكيو كلمه ديشارج نقولوها في الكوندنساتور صحيح هي الي شارجي وعندها اون انرجي كي فات اتر ديسيبي نقول اما لهنا مانيش نحكي على الفينومين نتاع الواحد معناتها نتاع الانتربتور وكل شيء نحكي في البوبينه شنو يصير عندي فارياسيون دو كورون خاطر الكورون كان كونستان من بعد باش يولي عندي روبتور دو كورون دونك شنو باش يصير اون فارياسيون دو كورون باش تخلق لنا لو فينومين به محمد لا دونك قال كرياسيون دو كورون شنو
اندوي تري بيان باهي جماعه اللي قالوا لي اندكسيون قولهم لو فينومين اسمه فينومين دوتو اندكسيون بالنسبه للسولونويد. اوكي تري بيان احمد باهي. شوفوا معايا دونك الموضوع وقت اللي نحلو كا الاي هذا يفا شوتي من اي يفا شوتي فيغ زيرو معناها باش يهبط يديمينو جوسكا سانولي الفارياسيون هذيك باش تخلق هي بيدها ان شون بي اس يعني في السولونويد هذاك اس الكبير كيف كيف كي فا ديمينوي داكوغ دونك الفارياسيون دو شون تاو هذيا نحاشي بالفارياسيون دو شون هذيا كيسكو الفا كوزي الفارياسيون دو شون هذيا شنو تتسبب فاش باش تتسبب كورون اندوي وين يا معتز صحيت ان كورون اندوي صحيت اسراء وين وين باش وين باش تخلق الكورون اندوي هذاك صحيت يا معتز برافو صحيت ريم فوالا في البوبين بي كاينو صحيت شكون مهدي صحيت مهدي مهدي شاور هكا حاجة كاينو كاينو ايمون يولي البوبين السولونويد اس خاطر فيه فاريسيون عمل فاريسيون دو شان احنا كي نبعدو ليمون اون كري اون فاريسيون دو شان D'accord. Donc, voilà les variations de courant dans le solénoïde. Il y a aussi le phénomène d'auto-induction dans la bobine B. Voilà qu'il y a une variation de champ dans la bobine B, dans la bobine S. Donc, il y a aussi l'auto-induction dans la bobine S. Ou la variation de champ dans la bobine S, il y a un courant induit dans la bobine B. Donc, dans la bobine S, le solénoïde, il y a aussi l'auto-induction. والاوتوندكسيون يعني الفاريسيون تشون هذيك هي باش تخلق زاد الفينومين داندكسيون في البوبين بي يولي هو منو فيه يخلق في فاريسيون دو كورون فوالا فوالا تري بيان اسكو جيسبر كو فهمتوا معناها الفينومين دونك جو في باش نعاود نكتب و جو في ريزومي سكون اي اون تران دو دير اكزرسيس 5 Donc, on a un circuit, on a le générateur. Voilà. Donc, on a le bobine le plus grand, qui est solénoïde. OK. Et في وسطها هي باش نحطوا واحدة أخرى صغيرة. داكوغ دونك نرجع حقني بون حقني ما تكوبي كولي اسهل كان خير خاطر باش نجم نلقى نصور البي واضح لو سونس دو كورون اي تو سا دونك جو في فير امبريم ايكران voilà donc Donc, copier. Voilà. Donc, on a le courant constant, le bobine B, اللي هي متعدي فيها الكورون بوبين اس اللي متعدي فيها الكورون ما يصير فيها حتى فينومين لان الكورون الي كونستون نعرفوا احنا وقت اللي او بي هي خلينا نكتب او اس لهنا دونك او اس ايغال ال دي اي سور دي تي وقت اللي اي الي كونستون دونك دي اي سور دي تي هذيك باش تولي ايغال زيرو اوكي دونك او اس فينالمون ان ايغال زيرو كاينه خيط معناها كاينها سيميلير ان فيل عادي تعدي الكورون وتسكت ساكت سيميلير ان فيل الكتريك نعرفوا احنا التونسيون في كي ناخذ اونتر دو بوين دان فيل الكتريك مثلا نقيس تونسيون هنا باش نلقاه زيرو اوكي خاطر سي لو ميم فيل سي لو ميم بوتونسييل ديما باه توا وقت اللي وقت اللي نحلو نحلو الانتربتور دونك سي اون اوفر كا دونك سي اون اوفر كا كيس كي فاس باسي ان فيت سي اون اوفر كا
نبداو بشويه بشويه، معناها نتابعوا الفينومين. دونك اون اوفرون كا باه روبتور دو كورون. دونك الكورون قبل ما نوصل الكورون دي بشويه بشويه. دونك اون اوفرون كا اي هذيك باش يسيريل يسيريل اي ال فا ديمينوي. صحيت يا حميسي محمد، صحيت. دونك اي ديمينو جوسكا سانولي. دونك لا فالور دو اي ال فا باسي ا زيرو. وقت اللي يبدا عندنا فاريسيون دو كورون شنو باش يخلق، شنو باش تخلق؟ دونك هذيا فما ان كرياسيون دان شون بي اس فاريابل. زاد هو كيف كيف شنو باش كيفاش الفاريسيون نتاعو. دونك شون بي اس كيف كيف كيما الكورون، مادام الكورون قاعد يديمينوي دونك لو شون بي هذا بي اس اللي ان تران دو ديمينوي اوسي. دونك كرياسيون دان شون بي اس فاريابل كي ديمينوي اوسي. Donc, il va diminuer d'une valeur BS vers 0. L'ihamna fil mawdou' bih, la variation de courant hadhiya bish takhlaq phénomène de d'auto-induction fi wasat al-bobine S, d'accord? Walakin fi nafs al-waqt, cette variation hadhiya bish twali kainha similaire à l'approche à l'éloignement d'un aimant, OK? Donc, j'ajoute une page. شنو هاد المشاكل هاذيا؟ بي دونك اون فوا اي قلنا وقت اللي اون اوفر كا اي فا سانولي، اي فا معناها اي فا ديمينوي جوسكا سانولي. دونك لو شون بي اي فا ديمينوي اوسي جوسكا سانولي. سات فاريسيون دو شون بيتها باش تخلق تقول عليها، هي بيدا تقول عليها ان ايمون. دونك احنا قلنا في الفينومين دانديكسيون كي نبعدو ليمون نخلقو اون فارياسيون دو شون، و سيت فارياسيون دو شون تخلق ان كورون اندوي دون لا بوبين بي. دونك قولو سيت فارياسيون دو شون دو بي اس كاس كالفا كوزي مالا ال كري ان كورون. تري بيان معتز، ان كورون اندوي وين ويمشي يظهر هذايا نسميه بيتي تي مثلا دون لا بوبين، لا بوبين بي. اوكي دونك فينالمون كاين عندي بوبين هكا عادي بي وجيت بحذاها وقعد نجي لواني في ليمون، داكوغ. دونك هذايا بي اس اللي هو كريي فينالمون مش باغي انيمون، فينالمون الى ايتي كريي باغ une bobine et le courant fait il est devenu variable, il est grandi, il va tendre vers zéro. Est-ce que c'est clair? Fil, mais il n'y a pas de résistance. Si il dit qu'il est idéal, il n'y a pas de résistance. Si il dit qu'il est réel, il n'y a pas de résistance. Là, je vais vous donner le nom de d'accord? Juste, je vais vous donner le phénomène d'inductance, voilà, auto-induction. Alors, donc, n'ajoute la même. I dans la bobine, donc un courant induit dans la bobine B. Ben, donc le courant avec induit, bidou chno bichi akhlaqta. Le courant induit hadha huwa bidou donc création. Hadha nqoulou haka. Zada huwa bichi akhlaq un champ BI dans la bobine. كيف كيف دونك هو مادام عندي اي كورون اندوي في البوبينه هو بيدو باش يخلق لنا ان شون دي اي دون لا بوبين بي دون لا بوبين دون لا بوبين بي بي. دونك كيسك يل فا فير توا البي اي هذا شنو لاتيتود نتاع باش يعمل معناه دابخي لا لوا دو لانس كيفاش باش يكون البي اي هذا بارابور للبي اس؟ است كي فا تيتر او ميم سونس ولا فا تيتر دو سونس اوبوزي؟ البي اس قاعد il tend à diminuer كاني قاعده نبعد في ليمون. دونك شنو يلزمني يعمل بي اي؟ il veut augmenter بي اس. صحيت محمد، بي اي tend، صحيت محمد لا دام زاده. دونك s'il veut être
Voilà, de même sens s'il veut s'opposer à cette diminution. Très bien. Donc, création d'un champ BI dans la bobine BI qui s'oppose à la diminution révient. Donc, qui s'oppose à la diminution de BS. De BS. Donc, BI a le même sens que BS. D'accord? Le même sens que BS. Et donc, حسب رأيكم هل الكورون اندوي كيف انه السونس نتاعو بارابور اي؟ Voilà يا محمد رهاش باش يدز معاه voilà. Donc, le courant l'induit هذا باش يكون تري بيان الاولاد قاعدين يجاوبوا بصحيح دو ميم سونس باغ رابور او كورون انيسيال اي دونك اي بيتيت اي اللي هو لو كورون اندوي قلنا va être va circuler dans le même sens que garanti اللي هو موجود في البوبين في السيلونيميت اس است كو سي كلير ده Donc finalement, l'I, il est un courant induit. D'accord? Ou l'I, il est le courant inducteur. Il est finalement le courant induit. D'accord? Donc si nous allons là, on a le sens de le BI ou le BS ou l'I ou le grand I ou le petit I. Nous allons là. On a dit que le grand I est là. الغونتي هو هكا كيفاش باش يكون البي اس حسب رايكم كيفاش باش يكون البي اس نضال قاش معناها سوبوز على ديمينيسيون معناها تقلقوا ياسر للديمينيسيون تاع الشون يا نضال دونك هو يلزمو يعكسو كانوا هو قاعد يديمينو يعكسو باش دونك يخليه ما يديمينو با دونك يحاول يوغمونتي فيه ويجي في ميم سونس نتاعو وكانوا قاعد الى اوغمونت هو يعكس ويحب وما يوغمونتيش دونك لازم يجي في السونس اوبوزي باش ينقص منه المهم يكسر له كرايم وكانوا معناها هو يحب يروح يقول ويجلنا ما تروحش باش نوغمونتيك كانوا هو يحب يوغمونتي ويكبر يقول ويجلنا باش ننقص فيك واضح هذاش معناه يسوبوز واضح به دونك بي بي قلنا البي اس منين ماشي فيغ لا دروات ولا فيغ لا غوش تري بيان سفيان نوري باش يمشي على اليمين تري بيان تري بيان دونك حسب الكورون اندوي نحطو لا ريغل دو لا مان حسب الكورون اي لا ريغل دو لا مان دروات باش يعطينا انه الصباع الكبير ماشي فيغ لا دروات ها هو البي اي نصور لهنا هكا في وسط البوبينات الزوز في القلب نتاعهم وقعد هذا بي اي بي اس سامحوني سامحوني هذا البي اس فوالا بي وقلنا مالا انا ديدوي كو لو كورون اندوي باش يمشي في نفس السونس نتاع الاي هذايا دونك فيغ لو با مالا الاي باش يتخلق لهنا هاو هكا اوكي دونك سا سي بوتي تي اي دو كو انا اوسي ديدوي كو بي اس باش يكون دون لو ميم سونس كو بي اي باش يكون دون لو ميم سونس كو بي اس دونك هذا سي بي اي داكور دونك اذا كان نصور الفيو دو فاس دو سولينويد اذا كان ناخذ السولينويد هذايا الكورون هابط دون سو سونس هذا لو كورون اي اوكي والبوبينه الاخرى دونك هذه اس وهذه السبير نتاع البوبين دي كيف كيف الكورون اندوي دونك ماشيه دون لو ميم سونس كو اي واضح ساج يوصلوا مهدي التراولي مهدي وي علاه ما سألتني وما جاوبتكش ولا كيفاش بي اس في السونس عكس اي قل لي شنو سؤالك تراه عاود لي راه خاطر برشا سؤالات يوصلوا فرد وقت دونك نبدا نقرا وفهمت انا ساعات انسى سؤال وبرشا يكتبوا كتيبه دونك تبدا يطلع الكيستيونات وما نفيقش بيه ولا تو سامبلومون سؤالك اسأله لي تنشوف به حميسي محمد سؤال تفضل تعطيك الكلمه يا محمد ارفع صبعك ترى في سافيس بيان سور بالنسبه للبول الجماعه اللي تحب على البول قلنا ديما الفلاش هذيك تعطينا البول نور والبول سود باش يكون من هنا داكوغ توا سولونويد اللي زدناه شنو هي الغول نتاعها الغول نتاعها اللي احنا خلقنا لو فينومين داندكسيون في البوبينه بي ما غير ما يكون عندنا ايمون وهذا لو برينسيپ دو فونكسيونمون دي موتور
يا مهدي، لا يا محمد، لا دغم. داكوغ، دونك هذايا شنو يبدا عندك كروتور وستاتور، البارتي تورنون تلقاها بوبيناج، والبارتي فيكس زادا هي بوبيناج. اون اليمونت لو ستاتور معناها البوبين فيكس اللي هي السولونويد مثلا، و بكورون فاريابل، دونك باش تخلق لك شون فاريابل، الشون فاريابل هذاك يعمل فينومين داندكسيون في الروتور. معناها الستاتور والروتور ما يمسوش في بعضهم، اما الفارياسيون شون في واحد منهم تخلق الفارياسيون معناتها كورون في الاخر، ودونك يدور الموتور. اوكي، دونك هذا هو البرانسيب دو برشا انواع نتاع موتورات يدوروا كيما هكا بالاندكسيون ولا الاوتو اندكسيون. داكوغ، اوكي يا مهدي، هاي هاني جاوبتك مان. باهي، شكون فما شكون اخر قلت له باش نجاوبك؟ محمد، محمد حميسي، سالتني سؤال ولا هزيت هاني رفعت؟ اوكي، وينك يا حميسي؟ ترى فوالا، تفضل. اه لا مرحبا، مدام، سلام. تفضل. وعليكم السلام. اي مدام، بي اس ما ينجمش يكون في السنس الاخر؟ ما ينجمش، خاطر انت عندك الصوص نتاع الكورون هو اللي يحكم فيك، صورهولك وقال لك اهو كيفاش الكورون ماشي، ريتو كيفاش هابط في البوبينة. اس ولا الكورون هابط صحيح ولا في البوبينة في الاس معناها في السولونويد؟ انت كيفاش باش تطلع الشون نتاع الشون بي اس؟ كيفاش باش تطلع ديريكت؟ بالمندروا ماذا؟ صحيح، بالماندروات. باهي، كيفاش تشد البوبينة، كيفاش باش تشدها؟ اي سي بون سي بون، فهمت، جست نسال على هذيك. اه هكا، وبيان سور اذا كان لا مان دروات تعطاك السونس ما نجمش يكون في السونس الاخر، فهمت؟ عنده سونس واحد لو شون، واضح؟ عايشك مزيان. باهي، الوغ نرجعو للاكزرسيس. Au sens conducteur. Ben, reprendre la question lorsqu'on ferme l'interrupteur K. Donc, c'est vrai, comme je vous ai dit, c'est que je vais vous dire l'interrupteur K. Je vais vous dire que 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 donc, je vais vous dire que voilà, sens m'tahem ou tout ça. Donc, je vais juste mettre là, je vais vous dire les flèches. Voilà. Donc, là, si on ferme K, on ferme K. Donc, la fermeture de K, je vais essayer de faire I, mais je diminue. Donc, I, il augmente. OK? Mais 0 vers la valeur I. Madame, j'ai une augmentation de I. Je t'implique l'augmentation du champ. Donc, I augmente. I augmente. T'implique que le champ BS, il augmente. Donc, mais 0. حتى الفالور نتاعو بي اس، دونك باش يخلق كورون اندوي دون لا بوبين. باهي، مادام البي اس قاعد إلوغمونت، البي اي كيفاش شنو يحب يعملو؟ دونك بي اي طون ا لو ديمينويي، دونك طون ا ديمينويي بي اس، مادام قاعد يكبر هو يحب يكسر لو كرايم. دونك بي اي et de sens contraire. Voilà, il est de sens opposé. Et donc, je m'en sors le courant induit, je m'en sors le BS qu'il a. Donc, le BS qu'il a, le BS, le BS. ولكن لو كورون لو شون اندوي باش يكون دو سونس كونترير، دونك هذا لو شون بي اي، ومادام بي اي هكا دونك لو كورون اي فا تيتر دون لو سونس اوبوزي ا اي، ها هو لو كورون اندوي اي. اسكو سي كلير؟ دونك اذا نصور لي دو سولونويد، هذايا اس وهذايا سولونويد نتاع بي. دونك الاس ما تبدلش السونس كيف ما كان بكريكا، دونك هاكا عملناه فيغ لو با هابط. اوكي، سا سي غونتي، ولكن توا لو كورون اي في سونس انفيرس نتاعو، دونك ماشي في سونس لاخر. L'intensité varie, la bobine se pose à cette variation.
مش لا بوبينه اسرع نوضحوا، خاطر لو د لانس تقول لك لو شون بي اي هو كي سوبوز، معناها لو كورون اندوي سوبوز افيك سي زيفي مانيتيك الكترومانيتيك، لي في اللي هما بي اي، دونك فينالمون سي بي اي كي سوبوز ا سيت فارياسيون. واضح البوبينه ماهيش خاطر مخلوق، هي انسان ولا حاجه. يعني نحب ساعات نفولغاريزيها، نردها عبد نشخصها باش تقعد في مخكم الحكايه، معناها داكور بي. Alors, petit 2, donc, question 2. Maintenant, le solénoïde S est parcouru par un courant électrique d'intensité I1 variable, tawalet, match constante. Pourquoi ben, Ahmed Mendili, قال سؤال, le BS, ma femme, pourquoi, fait sens avec. Quel عادة خاطر هذاك, c'est le sens de l'établissement du courant, ya Ahmed. Ma t'badalch le sens du courant. Dis-moi le générateur, هذا هو, باش يعطيك le courant. هكا ولا, هذا générateur E. Dis-moi le I, باش يخرج من هنا, ويمشي من هنا. Donc, dis-moi, هذا هو sens de ta BI vers le bas. معناتها, le règle de la main droite, dis-moi, باش يعطيه لك ماشي. هكا, BS. واضح ولا؟ دونك احنا كيفاش نطلعوا الشون سونس دو شون، طلعوها بارتير من اي اي، هاو ديما مشي يقعد ماشي هكا، ما تبدل حتى شيء في الموضوع. فهمت يا احمد ولا؟ كيف كيف يا احمد، هذيك الريغل دو لا مان دروات راهي ماهيش حكر على لاندكسيون وكا هاو، سي اون ريغل فالابل بور تو تو شون، معناتها مانيتيك اي كورون. فهمت العلاقة بين الكورون والشون ديما هذيك هي لا ريغل دو لا مان دروات، كو سوا اندكسيون اوتو اندكسيون، في اي مكان في العالم في اي زمان ديما الكورون والشون يكونوا بالدونس دون دونس افيك سيت ريغل، معناها يتحل. باهي يا احمد اهي، تفضل يا احمد. نعم دونك يبدا الكورون هابط اللوطه يا اخي، الاسبوع الكبير مش يعطينا البي اي. لا احنا نحكي، يعني نحكي توا الكورون هابط اللوطه اللي هو الكورون تاع البي اس، مانيش نحكي على البي اي، نحكيها على هذا توا هابط اللوطه ولا البي انت؟ اس انا حسب ما مريفز بالسيونس المره اللي فاتت، مو بعدنا كي بدا عندنا اي مو هم بعده لي مو هم قربوا لي مو، فهمت كيفاش؟ ايه ما فهمتش كيفاش البي اس جت كيك باش على علي. شوف يا شوف يا احمد، انت حكيت لا ريغل دو لا مان دروات، انسى الموضوع اوتو اندكسيون ولا هو اندكسيون ولا اللي هو، عندك بوبينه متعدي فيها كورون دون ان سونس معين، يا اما طالع والا هابط، الريغل دو لا مان دروات تخليك تعرف الشون اللي تخلق ابارتير دو سو كورون. لا واضح شي تو معايا هكا ولا؟ اي معاك باه. تو انا هذه باش نسميها اس، وقلت لك راهو الكورون هذايا اي هو باش يتعدى في الاس، وقلت لك الكورون هذايا قاعد اي لوغمونت، معناها البي اس قاعد اي لوغمونت، اللي باش نصوره بصبعي اليمين هو بي اس فينالمون، هكا ولا؟ كي اون غولاسيون افيك سو كورون. لا دونك انت كي تشوف ولا ممكن زيرو، فهمتك فهمت. دونك ما تبدل حتى شيء بالنسبه لي، وقتاش باش يتبدل سونس دو بي اس؟ اذا كان الكورون اي باش يمشي في سونس اخر، مش قاعد اي لوغمونت ولا اي ديمينيو، هذا بالنسبه لنا ما يبدل حتى شيء في الموضوع، اوغمونت ولا ديمينيو. فهمت انت وقتاش يتبدل البي اس؟ كونش كان الاي هذا ولا لك هاب طالع الفوق، اور انت وقتاش باش يوليك طالع الفوق؟ اذا كان كونش قلبت الجيناتور رديتو البوزيتيف نتاعو منا والنيجاتيف نتاعو منا، معناها الاي باش يخرج هك. فهمت وقت هذا مش يعطيك بي اس هك. واضح يا احمد ولا؟ ولكن احنا في الانونسي ما بدنا حتى معطى، معناها جوست قلنا حلينا الانتربتور سكرنا الانتربتور، سو كي في لو كورون اي هذا ما تبدلش السونس نتاعو، قعد ديما جايني من هنا هكا، مادام جاي من هنا ديما البي اس هكا باش يقعد ديما. اما شكون اللي باش يتبدل تو؟ البي اي باش يتبدل حسب الفاريسيون دو بي اس، بي اس المره هذه قاعد اي لوغمونت، دونك البي اي يحب اي سوبوز ا سيت اوغمونتاسيون، دونك يحب يطيحو، باش يطيح ويزم يجي في السونس الاخر. لا البي اي مريقل جست على البي اي هكا فهمتها تو، ما نشوف الجنراتور والكورون تاعي وين وين ماشي، نعمل بالريجل دو لا مان دروات. صحيت فوالا، معناها الريجل دو لا مان دروات يلزمك تعرف هذيك تعطيك الشون تاع البوبينه اللي متعدي فيها الكورون هذاك. فهمت؟ فهمت. بالي تاعت البي اي برد. لا 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 في المطلق هذيك تعطيك ديما العلاقه بين الكورون والشون، خاطر ديما وين فما كورون فاريابل فما شون يتخلق، وفين فما شون فاريابل فما كورون يتخلق. فهمت؟
فهمتك مدام، وباللي فازت السونس باش تغلب في الاكزامبل الثانية، علاش باش تغلب يا اخي؟ نحن بدلنا جينيراتور، فهمتش السونس كيفاش تاع تغلب شكون؟ تاع بي اي ولا تاع شنو تحكي؟ تاع البي البي اي هو اللي تبدل، ولا بي البي اي اس؟ بيان سور، بي اي تبدل، بي اس لاحظ هاو بي اس ديما ماشي في اليمين، راني كنت فاهم فيك تو اوزريت، بي اس ماشي لليمين، كي ولا حلينا هنا الكا كيف كيف بي اس ماشي لليمين صحيت، كي حلينا الكا الكورون قاعد إل تون فيغ زيرو، دونك البي اي لازم يدز مع البي اس باش يجي معاه دون لو ميم سونس، كي سكرنا الكا الكورون قاعد إل اوغمونت، دونك البي اي البي اس قاعد إل اوغمونت، دونك البي اي كسر لو جرام ويحب يسوبوز يجي في ضده، معناها يجي في سونس لاخر، فهمت احمد؟ فهمتك مدام، يعيشك. ما يمزي يا عايشك ايه كوا دوتر سونس دو بي اس كي نبدلو اتجاه جينيراتور صحيت يا حميسي محمد، فوالا الريمارك نتاعك صحيح، بي كي نبدلو سونس جينيراتور وقتها الكورون دي اي تبدل وقتها البي اس باش يتبدل. الوغ دوزيام بارتي مالا شفيها تاو، بي دوزيام بارتي قالنا تاو ما عادش الكورون اي لي فاريا، معناتها الكورون اللي باش يتعدى في السولينويد ما عادش كونستون، باش يواني في ان اي ان فاريابل، le sens positif pour le courant inducteur et le courant induit sont indiqués par la figure ci-dessous. Donc, le sens est le sens positif, disons. Alors, donc le chronogramme de l'intensité I1 du courant inducteur est donné par la figure ci-contre. Donc, le courant fait le S, il va augmenter, mais 0, j'ai une valeur I0. L'instant 0 taux. Mbad, entre taux et 2 taux, le courant I1 constant, on bad le courant I1 il va diminuer. Voilà. Donc, question, expliquer l'apparition d'un courant induit dans la bobine B sur certains intervalles de temps. Donc, finalement, quel est une باهي جمال قال لي مدام لحظة بالله جمال كان عندك ارفع صبعك خلينا نعطيك الكلمة ترى باش نربحوا الوقت، جمال عطيتك الميكرو يلا تفضل. ايه مدام مرحبا يا جمال تفضل. حسام مدام بالله، يعني كي تسكر الانتربتور في اي السيركوي نتاعنا اي وقتها البي اي يولي ديما يعكس البي اس نتاعنا، صحي ديما هكاك؟ هو في هو ديما، مش كان كي نسكر ولا كي نحل الفينومين اللي يصير خاطر بكري موكي الانتربتور محلول مشي معاه فرد سونس. علاش؟ على خاطر عليك. هو il suppose ديما القاعده تقول لنا الواد لانس هي اللي تحكم فيه هذا البي اي، الواد لانس شو تقول لك؟ تقول لك البي اي il suppose à la variation اللي قاعده تصير، معناها هي الفارياسيون باش تخلق هو il suppose à cette variation. في المره الاولى نرجع لك، نرجع للواحد في صافي يلا شوف، في المره الاولى كي حلينا الكا شنو قاعد يصير الاي؟ هو اللي باش يخلق لي الشام بي اي، مو فينالمون فاريسيون دو اي هذه الغارونتي الكبيره هي باش تخلق البي اي، دونك لهنا الاي كيفاش قاعد يتصرف كي نحل الانتربتور؟ شنو باش يصير؟ ديمينو صحي، دونك باش يمشي للصفر، معناها قاعد يل ديمينو. البي اي شي يزمو يعمل مال يل سوبوز ا سيت ديمينوسيون، معناها ما يزموش يخليه ديمينو، يعني فهمت البي كيف اس ما يزم عكسه، فهمت؟ عكسه معناها هو ايوه يكبر، هو يصغر وهو يصغر، هو يحب يكبره، هذا اش معناه دي عكس؟ معاك واضح، فهمت صحيت واضح ماشي. تري بيان نايم زين ب دونك فينالمون احنا توا الاكزرسيس دو معناتها البارتي دو كاينا قاعدين نشوفوا معايا لهنا، لهنا الاي ان قاعد الاي ان قاعد اي لوغمونت، معناها كاينا احنا توا في البارتي هذه كاينا في الكا نتاع شنو نتاع لوفرتور دو لانتيربتور والا ال والا الفيرمتور، لو كورون قاعد يل باس من الزيرو للفالور معناها اي زيرو، وقتاش هذه مش الفالور باش تكبر؟ وقت اللي قاعده اي لوغمونت راهي الكورون، الكورون قاعد إيه صحي، دونك اسرا مدني نوري بلوتو رد بالك، معناها احنا قاعد اي لوغمونت معناها كاينه في البارتي هذه عندي اون فيرمي كا اون فيرم كا، معناها اون فيرم
دونك لو كورون يفا اوغمونتي ومن بعد قعد كونستون كاين وقت اللي عندنا هنا لا فالور اي تو سامبلومون ما يصير حتى شيء ومن بعد في الانترفال هذا اونتر دو تو وحتى كش للكاتر تو شنو باش يصير كاين وشنو عندي لهنا بون احنا هنا الكورون نورمالمون في الـ في الـ في الـ في الوفرتور باش يولي زيرو اما هنا خاطر عندك جينيراتور يعطيك في 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 كورون فاريابل اما حبيت نقول لكم معناه كاين نو ابوبري هذا هو الفينومين اللي قاعد يصير دونك في البارتي هذه اونتر دو تو و كاتو كاين حالنا ان توكا حتى التروا تو هذا كاين اون اوفر كا لهنا ومن بعد هنا كيف كيف الكورون قاعد الى ديمينو خاطر عندك un générateur de courant variable. واضحة؟ بي. Donc, سؤال متاعو, علاش le courant induit ماهوش باش يظهر إلا في des intervalles معينين؟ وشكونهم les intervalles اللي باش يظهر فيهم courant induit؟ حسب رأيكم. ترى نبدأ بالطرف بالطرف. Est-ce que l'intervalle 0 تو باش يظهر فيه courant induit؟ صحيت يا أحمد؟ Très bien, اللي قاعد يجاوب فيه. Donc, oui. Très bien, madame, il y a une variation, donc le courant il est en train d'augmenter. Donc le courant induit, quand il fermeture de cas, le courant 4 il augmente, donc BI il veut le diminuer. Ok, donc je dis, sens, le courant induit, sens contraire, ça fait Sofiane. Donc le courant induit, I, je suis contre le sens contraire. Très bien. Ben, fait l'intervalle taux de taux, anna i constante, elle est égale à i0. Est-ce qu'il y a le phénomène d'induction ou l'auto-induction? Auto-induction. Très bien. Non. Rien ne se passe. Très bien. Khatra andi constante, mais c'est hatta phénomène. Sahit. Très bien. Ben, fait l'intervalle taux de taux, hatta kshil le 4 taux. Est-ce qu'on a un courant induit? Très bien. Et j'ai l'air n'est-ce qu'on est allé non, 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 non. Farhat, d'urre. Hassalt, d'urre. Allez, je crois que les noms, il y a d'urre. Un courant qui diminue. Quand il y a une valeur I0, hattek, je le moins I0. Donc, un une diminution de courant. Mais n'est-ce pas, je m'y connais un phénomène d'induction. Tant qu'un variation de courant, je t'implique qu'un courant induit. Wadah, il y a d'urre. B. Hamisi Mohamed قال لي oui car il y a augmentation. Il y a pas d'augmentation. قاعد il diminue le courant. شوف البونت نتاعك كيف هنا يا محمد. قاعد diminue من I0 حتى ال valeur moins I0. Donc diminution, OK? Du coup, le courant induit كيفاش باش يكون؟ صحيت ولا اللي قاعدين يجاوب ديجا. Donc BS قاعد il diminue. Donc BI يحب يدز معاه. Donc باش يكون de même. Donc I de même sens que I1. C'est clair? Déjà, il y a la suite de la question 1 ou 2, il y a 9 slakayadi. Donc, quand j'ai oublié Ali, quand j'ai mis, nous allons nous faire un RL. Qu'est-ce que donc, on a créé un souhait. On a créé un souhait où expliquer l'apparition d'un courant induit dans la bobine B sur certains intervalles de temps. Donc, les connaît quand nous, on a une variation de courant. On a fait l'intervalle 0 taux et 2 taux jusqu'à 4 taux. On a le courant I, il est variable. Donc, femme création de courant induit. Par contre, fait l'intervalle taux de taux, il est constant, ou fait l'intervalle 4 taux ou supérieur à 4 taux, il est dit, le courant, il est toujours constant, donc il n'y a pas de phénomène d'induction, fameuse création de courant induit. Voilà. Et donc, pour chaque intervalle de temps où apparaît un courant induit, déterminer le signe de l'intensité de courant, et le signe de la tension UAB. D'accord? Donc, très bon tu RL. اللي حبيت لو بلوز انتريسون لهنا هو انه صحيتو بها باش نتعداو دونك لو بلوز انتريسون انكم كي تشوفوا دو بوبين في بعضهم معناتها ما تتفاجعوش ولا حاجه الموضوع سهل تري بيان الوغ باهي الوغ اون فا كومونسي دونك الكور نتاع الديبول ار ال دونك لاحظوا معايا لهنا هنا مش الارال هذا دونك باش نختاروا احنا ايتابليسمون دو كورون دون ان سيركوي كومبورتون اون بوبين فوالا دونك ش عندنا لهنا عندنا ان سيركوي فيه ان جينيراتور دو تونسيون ان انتربتور كا اون بوبين ريال اللي هي هذه كلها دونك هذه لاندكتانس ال اي لا ريزيستانس انترن ار معناها هذا الكل هو البوبين اي
en série Coulomb avec un résistor, donc de résistance R. D'accord? Ben, donc, شوفوا معايا توا lorsque je vais fermer l'interrupteur K, sachant que عندي مثلا هنا U متاعنا égal à 6 volts, L égale à 200 milliampères, R, petit R, l'interne عندك 5 ohms, ben, معناها لهنا خديتها une bobine réelle. Hein? Donc, انتبهوا مليح لهنا باش نخدم avec une bobine réelle, ومن بعد باش نعمل لكم simulation avec une bobine idéale, وهكاك تشوفوا la différence. D'accord? Donc, on va commencer. Je vais fermer R. لهنا احنا on est en train de visualiser quoi avant tout. Les قاعدين نشوفوا فيه هو la tension UR, اللي هي la tension aux bornes de la résistance. Ben, tension de UR, شنو تعطيكم حسب رايكم؟ La tension UR, نسجلو, oui, نسجلو يعطيك الصحة يا جمال. Ben, donc tension UR, شنو تعطينا؟ ديما أي كورب نتاع شكون فينالمون؟ علاش قاعدين نشوفوا في الـ UR احنا؟ علاش قاعدين نشوفوا الـ UR؟ باش نعمل الرمارك هذيا وديما شدوها في مخاخكم الحكايه هذه خاطر تعاود برشا حتى في الشابترات الجايين. صحيت يا سوار، صحيت ريم، برافو احمد مناعي زاد، صحيت نورمالمون. معتز تري بيان باه. دونك تفضل يا احمد منديلي، كان في عوض عندي ريبونس اكتب لي ريبونس طول. باه ديما شوفوا احنا كان تلاحظوا في الـ UR تعجبنا، صحيت سفيان الـ UR يعجبنا على خاطر UR ايجال R فوا اي، حتى كان UR دو تي معناها فاريابل، اذا كان الاي دو تي فاريابل كيف كيف UR ايجال R فوا اي دو تي، سو كي في ديما نقولوا انه لا تنسيون UR الي ليماج دو كورون اي. معناها لاحظوا معايا، supposons que supposons hein, قلت supposons معناها مش ممكن ولكن supposer que R égal à 1 ohm. إذا كان ال R égal à 1 ohm شنو باش يولي عندي؟ يولي عندي UR égal à I. واضح؟ دونك فينالمون ال UR هي نفسها ليماج دو I، معناها كأنك قاعد تشوف ال I فينالمون، مي جوست مضروبة في اون فالور R. معناها متى مثلا تلقى الماكس متاعك 5 فولت، كي تقسم على R تلقى الإي ماكس متاعك. واضحة؟ المين كيف كيف، مثلا هذه الـ UR مين مثلا باش تلقاها يعني 10 فولت، تقسم على R تعطيك الإي مين. دونك نقولوا ديما إنه لا تنسيون UR إي ليماج دو دو كورون. إذا تحب تشوف الكورون تمشي تو فيزواليز لا تنسيون يو ار، خاطر لوسيلوسكوب ما يخليك تشوف كان اون تنسيون. دونك شكون التنسيون اللي تعطيك ديريكتومون ليماج نتاع الكورون اللي حاجتك بيه؟ هي لا تنسيون يو ار. واضح؟ تري بيان يا سفيان. دونك يو ار اي اي سون دو ميم الور، على خاطر كيما قال احمد يو ار اي اي سون بروبورسيونيل. تري بيان سفيان، صحيتو. دونك هذه ديما شدوها خاطر في الار ال سي من بعد وكل مش تسحقوها برشا، علاش ديما نقعد نشوفوا في الاو ار؟ الاو ار خاطر حاجتي بالكورون اي فينالمون. داكوغ؟ باهي نرجع دونك لابليكاسيون. باهي شوفوا معايا، دونك اون فا كومونسي اون فا فيرمي كا، اي هنا قاعدين فينالمون اون اي اون تران دو فيزواليزي لالور دو لا كورب دو اي دو تي اون فونكسيون دو تان. ا كوا فو رابيل سيت كورب حسب رايكم؟ فاش تفكركم بالنسبه للشابتر القديم؟ كيش كنت فكرنا الكورب هذه؟ صحيتو تري بيان، صحيتو تري بيان تري بيان تري بيان. دونك تفكرنا في لا تنسيون يو سي في شارج نتاع ديبول ار سي. باه محمد قال اوتو اندكسيون، ما نعرفش كيفاش فكرتك في الاوتو اندكسيون يا محمد حميسي. صحيت محمد قال لي الريجيم ترانزيتوار والريجيم بيرمانون، باه اكثر حتى من هكا من الريجيم هذايا وكل شيء. يا احمد لحظه يا احمد، خليك افهم الاراء يا اخي. الكاستيون تاعك فين، في البارتي اللي قديمه ولا لهنا؟ هذا مازلت ما بديتش احمد. داكور احمد، باه الوغ باه. دونك لاحظوا معايا انه الكورون في الار ال في الديبول ار ال، فكرنا في التونسيون دو شارج دو كوندنساتور في الديبول ار سي. تري بيان باه. دونك شفاه البارتي كيما تعرفوا في الكوندنساتور الكورون، لاحظوا معايا الكورب فيها دو بارتي، اون بارتي ترانزيتوار مادام الكورون قاعد ايفولو مازال ما معناتها ان سي با ايتابلي ا فالور كونستانت، وقت اللي يوصل لون فالور كونستانت دونك ريجيم هذا مش ولي نسميوه بيرمانون، ريجيم بيرمانون اي ريجيم ترانزيتوار. باه شوفوا توا باش نشوفوا لا تونسيون
UL, donc la tension au bord de la bobine. Le graphe l'année, je chauffe la tension au bord de la bobine. Alors, Naja, je ferme. Regardez la tension au bord de la bobine qui fait chkada, elle évolue. Fais tfakkar comme hadi. Fil كيف ال UR très bien Sofiane ال UR وين تقصد في الديبول ال سي هكا ولا في الديشارج بون الديشارج لهنا نحكي مش لا مش الديشارج راه قلنا الديشارج ديجا معناتها تنحات من الواحد اما نحكي شنو هي الغروندور في الفينومين دو شارج في الفينومين دو شارج شنو هي الغروندور كي ايفولو كوم سا صحيتو دونك اللي كتبوا لي يو ار والا الاي كيف كيف قلنا خاطرهم سي ليماج دو بعض داكور تري بيان دونك معناها فينالمون التونسيون اي لو كورون في الار ال في ديبول ار ال تقلبوا الموضوع يعني فينالمون من الاخر وعلى الاخر باش نعطيها لكم الديبول ار ال الكورون في ديبول ار ال هو نفس الفينومين يصير الشارج في الكوندنساتور معناتها الاو سي كيفاش ال ايفولو والكورب نتاع او سي وال يو ال هي نفسها الكورون في الكوندنساتور اسكو سي كلير ديجا معناها اسكو عندكم اخذتوا هكا فكره جوست على الموضوع معناها مش باش تبان لكم مش باش يتبدل عليكم حاجه كبيره اللي لازم تعرفوه كونه الكورب تاو نتاع الكورون ولات هي كاينها الكورب تاع يو سي والكورب دو تونسيون يو ال ولا يو بي دو لا بودين هي ولات كاينها الكورب دو كورون في الكوندنساتور بي سؤال تاو اللي تسال Ahmed Kali, pourquoi ce n'est pas une droite linéaire UR de Tega? Effectivement, donc maintenant j'aime cette cône linéaire. Ou attends, je fais l'établissement de l'équation différentielle ou colchaï. Donc je n'ai une solution qui est en exponentielle qui est l'ada. Ou avec Alèche, la lure interne, je t'aurai des mains exponentielles. Et Ahmed, voilà. Donc l'ijab à la souelle qui est à partir de l'équation différentielle. Si on écrit l'équation différentielle en fonction du courant et on cherche l'expression de I de T, je n'ai pas une fonction qui est exponentielle. Bah, très bien. Bah, حوالا مريم قالت مدام عاود لي الجمله الاخرى بشويه الجمله الاخرى اني مش كاتبه حتى شيء يعني نحكي نعاود كتاب الموضوع الكل باهي ديجا باش نعاود دونك نعاود الموضوع باش نصور الزوز توا الاو ار والاو بي معناها الكورون والتونسيون فينالمون الكورون هاكا اللي صورناه بكري بالاحمر والتونسيون بالاخضر كيما توا اوكي نرجعوا المونتاج بتاعنا دونك ريغاردي الاخضر هو ليفولوسيون دو لا تونسيون دون لا بوبين Et l'ahmar هو l'évolution du courant dans le circuit col. OK? Je vais fermer K. Voilà. Donc, on remarque que Madame Yechil R هو condensateur. Non. كيفاش عادي أحمد تو في الوقت هذا تقولي R هي condensateur. Condensateur ولا R هي résistance. فما فرق كبير مع كل composant على روحه. فهمتني يا احمد ولا نحن لهنا نقرا في ديبول ار ال شنو معناها ديبول ار ال معناها الي كونستيتوي شوف ديبول ار ال كيف ما شفنا احنا في الار سي توا احنا خلينا نخدم بيديرك في الار ال اش معناها معناها كومبوزي دون ريزيستانس بلس اون اندكتانس ال دونك هذا الريزيستور كي فا يمثل الار والبوبينه توا هذه هي الار باهي هذايا وقتاش البوبين نصورها هكا وحدها وقت اللي تبدا بوبين ايديال كي تبدا بوبين غيال تو هي بيدها عندها اون بوتيت ريزيستانس دونك ما عادش نكتفي بهذا كهو باش نزيدها هيك البوتيتور نتاعها دونك هذه كلها هي فينالمون نقصدو بها البوبينه اوكي دونك سا سي لا بوبين غيال و سا سي لو ار وهذا الكل يتسمى لو ديبول ار ال OK Donc, احنا شنو هو l'objectif de ce chapitre Ce chapitre, كيف ما في dipole RC On va appliquer un échelon de tension. On applique un échelon de tension. ونشوفو كيفاش هي الريبونس دو سو ديبول كيفاش باش يجاوب الديبول هذايا بيان سور اون سانتيريس على ريبونس معناها شنو هي بالنسبه لنا الريبونس الريبونس تتمثل في يا اما الكورون هذايا شنو باش يصير له والا التونسيون هذيا صورتها بالعكس الكورون باش يكون هكا باش نجم دونك جو افاسي لحظه فوالا دونك يا اما الكورون اي باش نصور الساعه ليشلون
Regardez, donc ça c'est l'échelon, donc générateur interne E, générateur de tension maintenant E, ok? Donc il y a un hack, il y a une valeur E. Chno bichisir le qui fait elle va évoluer et la tension UB, comment elle va évoluer? Chno la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. واضح بالضبط كيف ما شفنا في الديبول ار سي كيفاش الريبونس دونك بالنسبه للريبونس دو ديبول ار سي ا ان ايشلون قيناها هي لو فينومين دو شارج دو كوندنساتور اي لورسكون ا تراسي لي كوب قلنا انه قينا انه يو سي ال ايفولو دو سيت مانيير في الايشلون دونك يو سي تطلع تطلع حتى لين في الاخر في الريجيم بيرمانون تولي يو سي ايغال ا او شو لقينا توا بالنسبه للديبول ار ال La grandeur qui évolue, qui est le courant I. Le courant I, il évolue, bien sûr, moi j'ai la valeur E, il évolue à une valeur I max. I max. D'accord? La tension dans la bobine UB, c'est une tension qui évolue en exponentielle. Ben, la remarque qu'il a fait, قلت راني باش نشوف نخدم بريزيستون بوبين ريال معناها عندها ريزيستونس انتر لاحظوا معايا انه التونسيون وصلت لهنا ما وصلتش للصفر قاعده تحدى حد الفالور هذه دونك ها باش نرجع توا للسيمولاسيون وشوفوا كيف نبدل الار هذه نحطها صفر معناها جو في ترافاي افيك اون ريزيستونس نول معناتها اون بوبين ايديال كوندنساتور اوميك وين هذا كوندنساتور اوميك بكري واني نحكي فشلتني يا احمد باش عندك فيها ما تركزش كان مكتوبه وهي غلطه اوكي انا اعطيتك الصحيح كوندكتور ممكن مش كوندنساتور وين كوندكتور وين كيف ما قال منديلي احمد صحيت كوندكتور اوميك يمكن ب نرجع معناها بدلت الاخ تو قلت باش تولي بوبين باش تولي بوبين غيال لاحظوا دونك ثبتوا منيح في الجراف هذا باش نعاودوا توا خليني نفسخو خير ولا خلي مش مشكل دونك خليني نفسخو نعاود اوكي زيرو ولا Donc, remarquez, le courant, il est en rouge, il évolue, qui m'a besoin de l'évolution de ta UC et de l'RC, ou la tension UB, quand elle évolue, je ne sais pas, quand elle est égale à 0, quand elle est petit r, elle est égale à 0, c'est-à-dire une bobine réelle, je ne sais pas, ça aide. Donc, la tension UB, elle va tendre vers 0, بالضبط كيف ما الكورب نتاع I في الكوندنساتور. بالضبط معناها بالنسبة للبوبين ايديال يوليو جوست يتقلبوا لي كورب. داكور؟ واضح تو؟ باهي. دونك لاحظوا أن التونسيون UL et le courant I, ils sont de معناها كيما قلنا de forme exponentielle, donc عندهم un régime permanent, un régime transitoire, et du coup عندهم مالا Ils sont caractérisés par un temps de, voilà, une constante de, la constante de temps. Ça a été très bien. Donc, absolument droit. Donc, un allure exponentielle ou régime transitoire ou régime permanent, madame qui a quelques charafes, il dit, maman, un temps de réponse. Donc, une constante du temps. لينا نجم نطلعوها avec la méthode de la tangente كيف ما لاخر بالضبط sauf que لهنا باش تتبدل كيفاش باش تتبدل لاحظوا معايا اذا كان نبدل la courbe باش ناخذ le courant hein. on va s'intéresser juste au courant خليني نحي هذا الاخضر نخلي الكورون و ونبدل la valeur de r لاحظوا معايا الكورب الاولى باش نصورها avec r ثبتوا معايا هنا 10 اوم on va tracer le courant avec 10 اوم كيف كيف يا احمد هاي ديما 5 تو Oui, juste ثبتوا لهنا شنو باش يصير دونك هذه هي لو كورون اي وقت اللي ار ايغال 10 اوم اوكي بي وباش نكبر توا في الكورون ونحط في الار ولا شنو سامحوني باش نحط 50 اوم مثلا اي اون فا ريفير لا كورب دونك كيس كو فوز افي ريماركي شكون الكورون اللي اسرع
C'est bien, Ahmed Mendili, صحيت. Donc, très bien. Donc, وقت اللي on a diminué R, la constante du temps, معناها temps de réponse, وقت اللي on a augmenté R, la constante du temps, elle a diminué. Donc, on remarque que taux est inversement proportionnel à R. OK? باهي شوفوا معايا توا وقت اللي باش نبدل في الآل نرجع للسيمولاسيون وقت اللي نبدل في الآل دونك باش نرجع هذه 10 كيف ما كانت المرة الأولى ولكن باش نكبر في الآل مثلا نحطها 500 مليون غي اوكي اي جو غوفي لو شنو صار دونك كبرت الآل شنو صار للتو صحيت سفيان دونك تو اي بروبورسيونيل ا ال C'est bien, y a Ahmed Mendili, T augmente, ça fait Yemen. Donc, il va quand j'augmente L, taux augmente. Il va quand j'y diminue L, taux diminue. Donc, taux est proportionnel. Proportionnel à L. Du coup, on peut écrire la valeur de taux. Mais là, on colle comme madame proportionnel à L. Maintenant, je tourne ma droite, mais le four, L. ومادامها انفرسومون بروبورسيونيل معناها الار باش تكون من اللوطا اور هذه ار هي ار توتال دو سيركوي شكون هي الار توتال نتاع السيركوي شنو فيه السيركوي كوم ار هو كي تبدا البوبين غيال اش فيه في ريزيستانس نتاع انترن اون سيري افيك لي ريزيستانس الكبيره صحيتو برافو الاولاد دونك سي ار بلس بوتيت ار دونك فينالمون في ديبول ال ار ال التو نتاعنا هي لا كونستانت دو تون ان ايت ايغال ا ال سور ار بلس بوتيت ار Est-ce que c'est clair? Je m'en ai proportionnel, quand il est proportionnel, il est tasnim, dis-moi, qui n'a pas ouvert que haja a, mathalan, y égale à a x. On coule, dis-moi, qui a de haja madrouba fi une constante, m'en ai tu sais, haja l'autre. Donc, on coule cette grandeur, elle est proportionnelle à cette grandeur. OK? Kif mal ur est proportionnel à i. Khatr ur égale à r fois i. OK? Donc, là, hne, to lahad madrouba, تو مضروبة في L حاجة اللي هي هذه الكول فوا L دونك نقولوا انه تو بروبورسيونيل على L اوكي ولكن وقتاش نقولوا انفيرسومون بروبورسيونيل وقت اللي تبدا مضروبة في 1 سور الحاجة الاخرى شوف لهنا تو بارابور ل R كيف انه هذه تو وهذه 1 سور R هاي 1 سور R دونك ال R من اللوطا لهنا نقولوا تو انفيرسومون بروبورسيونيل واضح يا تسنيمة ريزيستانس شنية مدام ما نحكيش تيوريكمون نحكي في الدنيا بصفة عامة نعرفها كان بالكتيبة الريزيستانس هي اسم على جسمها هي قدرة أو هي مقاومة هي حتى بالعربي اسمه المقاوم هو ريزيستانس باه هاك الكورون هو فينالمون سي لو ديبلاسمون نتاع دي زيليكترون باهي كأنك انت معناها كيفاش نفهمك لي زيليكترون ما يتعداوش فاسيلمون في وسط الكابل هذاك الكتريك يلقاو ريزيستانس من الكابل ما انت ما تخليش يتزحلق كيف ما يحب فهمت كيف ما مثلا توبوغان بالماء وتوبوغان ما غير ماء معناها الزحليقه هذيك في الصيف تلقاها ما غير ماء كي تهبط فيها تلقاك تحك معناها فما فروتمون دونك ما تتعداش فاسيلمون فما اون سارتين ديزون ريزيستانس اذا كان انت تولي ان الكترون وقت اللي يبدا التوبوغان بالماء تهبط تزحلق فيس دونك هذيك الار سي لا ريزيستانس للباساج نتاع لي زيليكترون هذه هي معناها في الدنيا كيف ما انت كعبد عندك اون سارتين ريزيستانس للباساج دو كورون انت فينالمون سي انت فينالمون سي ان معناتها كوندكتور دو كورون انت كان تحط يدك على الفريجيدير في جدار فيها الضوء معناتها فيها كور سيركوي يتعدى فيك انت خاطر انت تو بريزونت ان فيل الكتريك افيك اون سارتين ريزيستانس والحاجه اللي تعجبو اكثر الكورون يشيخ عليك انت اكثر من كابل اخر خاطر الريزيستانس نتاعك تبدا صغيره دونك يقول لك شلازني نتعدى في خيط الريزيستانس نتاعو 200 كيلو وانت مثلا الريزيستانس نتاعك 5 اوم هاي برا نشق قص قص عربي معناها فهمت واضح شنو هو الريزيستانس باه تري بيان و رمارك اخرى انت بارونتيز ريزيستانس دو لاتر هومان تتبدل افيك بليزيور بارامتر منهم الحاله نتاعو النفسيه كانوا متغشش ولا فرحان منه مبلول ولا شايح منه معناتها حزين ولا مش حزين هذا الكل الى انفلو
الريزيستانس. دونك قالوا لي الاولاد في جماعه ستاندر كي تجي تحل الفريجيدير ماذا اضحك باش الريزيستانس تاعك تبدا قويه وما يضربكش الضوء مثلا. اوكي وين تبدا خايف من الضوء على الاقل ابدا فرحان واضحك وزاهي باش تكبر المقاومه تاعك معناها. اوكي جست فادلي كاكا. شكون عنده سؤال في الار ال تاو بالنسبه هذا البرينسيپ نتاع الكور؟ شكون عنده فيه مشكله ولا سؤال؟ Est-ce que l'être humain est polarisé ou est-ce ما هوش بولاريزي بيان سور. ما انت اصلا ماكش جينيراتور معناها انت تخلق الضوء باش تكون بولاريزي مثلا معناها عندك بلوس وموا ما عندكش انت ديجا اخي حتى كان تحل في الجدار بساقيك ولا يضربك الضوء يتعدى فيك من ساقيك لراسك ما يقلقوش هذاك شو معناها ماكش بولاريزي معناها تحطوا مشيرة هذه ولا مشيرة هذه ديبول يعدي لك الضوء وما يقلقوش واضح؟ احمد قال لي كيفاش نطيح في الريزيستانس نتاعك كان قلت لك كي تبدا حزين تطيح كي تبدا متغشش تطيح كي تبدا زاده ماكش متاهب للشوك الكتريك معناه واحد يضرب الضوء على غفله تبدا الريزيستانس نتاعو اقل من انه هو يضرب الضوء وقت اللي يبدا فايق معناه انت مثلا تبدا في بالك بال في الجدال تاعك راهي دوك تبدا كديجا متاهب حتى كي تحلها معناها انت بيتك هكا خايف وفي بالك فهمت مش كيف ما تضربك وانت ما في بالك بشيء تزك تنفضك وقتها. باهي يا احمد هاي تفضل سؤالك يا احمد وين كاي قال احمد قال لي فما شكون يضرب مش على غفله بيان سور ساعات تبدا في بالك بال في الجدار تضرب معناها ما تضربكش اول مره فما في الجدار كي يبدا فيها مشكله نتاع كورون ديما تضرب اللي يحل باب تضرب كي يجي جارك ما في بالوش بها تلطخو وانت كي كل نهار تضرب ديجا مستانس معناها كي تبدا باش تحلها ديجا تبدا واخذ احتياطاتك عارف راني مش تلكعك فهمت هذا اش قصدي. شو اسمه مدام؟ تفضل. على بيك فكرتني فوزة فما فيزيسيان معناها أمريكي ديما يعمل التجارب هذا متاع الشوك والواحد ومغروم بالحكايات هذه ديما مدام يرمي سقاي ويضرب الكورون ومستانس معناها نو المفيد. فما ساعات راهو فما 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 ساعات معناتها فما دي سيتواسيون مثلا يعملوهم بالعاني مثلا لو كورون نذكر بروف حكي هنا الحقيقه ما مريتهاش قال لنا انه التونسيون كونتينيو ما تضربش خاطر احنا اللي ضربنا الالترناتيف يبدا يز فيك وينفض خاطر هو الترناتيف مره الترنانس بوزيتيف مره نيجاتيف اما الكونتينيو حسب ما قال يوقف الشعر معناه الشعر يبدا يوقف خاطر يولي الكترو معناه عرفت يولي مشرجي الشعر يطلع لفوق اما ما ينفضكش كيف ما الكورون الاخر دونك ساعات واحد لازم يعرف وين يحط روحه معناه عرش تنثبت الفاز هذه تفضل يا احمد عاشك مدام ربي كيستيون هنا وكيستيون في البوبي مدام كيستيون هنا لاحظت في كومنتات تاع الاولاد سامحني يا احمد مدام مثالي شمريك تفضل هاي بارا يا احمد تفضل الكيستيون لو مدام سالتنا انت قلت لنا سي معناها شنو شنيا الاشلون دو تونسيون تاع الديبوليري بالنسبه لي سي قلنا في نوم شنيا الريبونس اي صح ما جاوبتش يعني ذول شنيا الريبونس صحيت بي لا ريبونس دان ديبول ار ال ان ايشلون دو تونسيون سي ليتابليسمون دان كورون اي دون لا بوبين شفتوا الكورون هذاك الكورون هذا اللي هو يكون صفر معناها انت كي تحط ليشلون يكون الكورون صفر اي ايل سيتابلي معناها اي فا توند في اون فالور كونستانت اما مش ديريكتومون دونك افيك ان ريجيم ترانزيتوار Très bien, donc très bonne question. Donc la réponse pour le RC qu'on a d'un condensateur, d'un dipôle RC à un échelon, c'est le phénomène de charge d'un condensateur. Tawa, la réponse d'un dipôle RL par rapport à un échelon de tension, c'est l'établissement d'un courant dans la bobine avec un régime, il s'établit directement, il s'établit pas directement, il s'établit après un régime transitoire. Wadaha. واضح ومدام حاجة أخرى ما نجموش نقولوا بعد الإتابليسمون تصير ريبتور إذا فما معناها ريبتور شنو ما يصيرش ريبتور مادام السيركوي مسكر كيف ما هكا تو كيف ما قاعد تشوف فيه يقعد ديما الكورون كونستون دونك هاك الفاريسيون هذيك باش تصير من الاول ابخي 5 تو مثلا باش تلقى السيركوي نتاع الكورون نتاعك اي سي تيتابلي و اي تي ايغال ا اون فالور كونستون تو كا والبوبينه اس كومبورت كوم ايتون ان فيل الكتريك موجوده غادي للزينه تولي
فهمت؟ اما فهمتك. ديك تحل انت الانتربتور وقت يعاود يصير الفينومين هذاك نتاع الكورون يطيح وكل، ولكن البارتي هذيك زاد كيف كيف ماهيش تابعه في الريبتور دو كورون، ماهيش تابعتكم معناها. فهمت؟ كيف ما واضح الفينومين دو المعنى. ديشارج مش تابع، دونك الريبتور دو كورون مش تابع. احنا اللي يهمنا تو لورسك جو فيرم كا كيس كي سباس، ان كورون اي سيتابلي افيك ان ريجيم ترانزيتوار. ترانزيتوار واضح؟ واضح. ومدام حاجة أخرى حبيت نسألك عليها، الساعة في البوبين، أنت قلت مدام ساعة كنحلوا الكا مش يصير معناها مش تطيح الوحدة، مش يجي معها الكورون، مش اسمه البي إي، البي إي مش تجي مع البي إس، وقتاش قلت لي؟ وقت اللي انفيرم كا ولا اون اوفر؟ أونوفر. اون اوفر كا بي. كان عندك كورون كونستون انت حليت، دونك الاي اي فا ديمينوي، معناه البي اس يل فا ديمينوي، البي اي مدام جيزمو يعمل. البي اي سنة دي مينيمال، دونك في جيمة بي مدام صح، الكستيوم تاعي هنا في فيك الشيما سنة فيك الشيما، فما انت عندك مدام الشيما تاو تاع شكون تاع الاكزرسيس اللي كنا فيه اخر حاجة عملناها، حبيت تاع على البلاصة الاكزرسيس اخي ما كنا. ها اي سكرتو باه، جوست نكملو الحصه، كان نحب نعاود نرجع لك. داكوغ، غادي بي نكمل جوست مع بريغل. ميريلا. ها ميرسي ذكرني، مدام، تمام عشك ان شاء الله. تمام باه. دونك الاولاد مالا، بو ريزومي خلينا نكتبو ان تي ريزومي كان تحبو باش يقعد لكم، خاطر هذايا تنجم تقولو بريون. الوغ دونك باهي، يقول القائل، يقول القائل توا لهنا، اسكو اوني بروتيجي وقت اللي باش نحل الانتربتور كا؟ حسب رايكم الاولاد شنو ينقصوا المونتاج؟ ما عادش نمس شي احمد من ديلي قالك. صحيتو تري بيان، دونك ناقصتنا الديود، دونك نورمالمون المونتاج هذايا اللي انا تو كنت نخدم بيه، هذه الاو دونك سا سي لانتربتور، هذه هي الريزيستانس انترن، سا سي لا بوبين، ولهنا عندنا لو ريزيستور غونتير هذا. الوغ نورمالمون نجيو لهنا بور سو بروتيجي نحطو، بون هذه باسكو سي اون بوبين بكلها معناها غيال، نجيو نحطو لهنا الديود نتاعنا. دونك كيل سونس متجه الديود حسب رايكم؟ ترى ديود دو غولي بصحيت يا سفيان، كيفاش باش نحط وين السونس بلوكون نتاعها؟ وين هي الديود هكا؟ دونك سا سي لو سونس بلوكون، باش نحطو الفوق ولا باش نحطو اللوطه؟ صحيتو. دونك ابار منديلي، ثبت يا منديلي روحك، احنا قلنا نحطوها دو تال مانيير ما تاثرش في الكورون اي. دونك انا وقت اللي باش نسكر الكا والاي يمشي هكا، ما يلزموش يتعدى في الديود المره الاولى، دونك يلزمها تكون بلوكونت هكا ما يتعداش فيها. اما وقت يصير الفينومين دانديكسيون باش يصير دون سو سونس، دون سو سونس لا. داكور تري بيان، دونك هذه elle va éviter le courant de like, le choc ou l'arc électrique ou tout ça. Ben, là, j'attends le dipôle RL. Donc, ça, c'est K. Donc, la réponse, finalement, les chauffeurs, t'as vu, Kaonou, la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension E, chnouhoa, et l'établissement, un courant s'établit, il est créé, hein, il circule, disons. L'établissement, les fameux schémas d'établissement, un courant va circuler dans le circuit. Qui fait nous le courant, il passe par un régime transitoire ou par un régime permanent, il n'y a pas de constant. Donc, la réponse du dipôle, c'est l'établissement d'un courant électrique I qui va passer de la valeur 0 à une valeur I0 après un régime, bien sûr I0 constante, valeur constante. OK, après un régime transitoire. Donc mais directement, donc si je trace la courbe, je connais la réponse I de t qui fait une courbe similaire les tensions UC fait dipôle, donc fait dipôle RC. Donc je connais l'allure qui est هذه. هذه finalement la valeur اللي قلنا عليها احنا
اي زيرو هذايا بيان سور الزيرو. بيان سور كالعادة قلنا عندنا ان ريجيم ترانزيتوار، دونك سا سي نوتر ريجيم ترانزيتوار، اي بيان سور لو ريجيم permanent. داكور. ب شنو اخر لقينا في الموضوع؟ لقينا كون التو، دونك هذه لوغمارك الاولى. قلنا لو سيركوي هذايا عنده الي كاركتيريزي بار اون اون كونستانت دو طون، دونك تو اللي هي سميناها كالعاده كونستانت دو طون دو سيركوي. السيركوي قداش يقعد باش يجاوبنا؟ دونك تو لقيناها انفيرسومون بروبورسيونيل انفيرسومون بروبورسيونيل لشكون؟ صحيتو صحيت ايمان، دونك ا ار اي كي اي، دونك انفيرسومون بروبورسيونيل ا ار اي كي اي بروبورسيونيل ا ال. دونك نجمو اون بو ايكريغ كو تو égale à L sur petit R plus grand R qui est la résistance totale du circuit. OK? Donc, là, je vais vous donner le circuit maintenant. Neuf seules réponses pour différentes valeurs de R et de, bien sûr, j'ai dit le temps. Alors, il y a qu'un R de mathalan R égale à 10 ohms. R de 100 ohms. Donc, il y a une réponse maintenant. إذا كان ناخذ ال R إيجال 500 أم شنو باش يصير؟ باش تولي عليه بلو غابيد كالعادة تو لونيتي متاعها 5 أون سكوند، سي تان طون هي سي تان طون، دونك ديما أون سكوند بيان سور ميزوري ال L أون أونري وال R بيان سور أون أم، هذي أون سكوند. باهي دونك qu'est-ce qu'on a dit, voilà, il y a qu'un kabar na fil r, je vais choisir le taux, je te serai, donc je dis au fils à fils, le courant au fils à fils, à le régime permanent père, ou il y a qu'un r, ça va na fil, par exemple, on a dit r égale à 10 ohm, disons, je te dis que je donc je te prête accès au temps, je te serai le régime permanent, d'accord, ben, ou qu'on a, elle est proportionnelle à l, donc il y a qu'un n'achat l taux, بالنسبة ل r هذه ناخذ نفسها ال L إيجالا 100 ملي أونغي، وناخذ لهنا ال L إيجالا 500 ملي أونغي، دونك باش نلقاو التو متاعنا بارابور للكورب الحمراء أسرع، دونك كبرت في ال L بلوتو أبطا كبرت في التو، دونك مثلا هذه الكورب الثانية، واضح؟ باهي. احمد تحب اكزرسيس ار ال بي، انا حطيت لكم السيري هذيك سي ليكزرسيس، انا احنا في العاده ديما نعملوا سيونس دو كور ومن بعد سيونس ديكزرسيس، داكور؟ دونك بيسكو ماهوش صعيب عليكم بارابور خاطر شايفين ديجا الار سي، هاكا كمان ليكزرسيس نتاع البوبينه وعملنا الكور نتاعنا، المره الجايه نبدا في ليكزرسيس نتاع الار ال، داكور؟ هاكا عندك ليكزرسيس اللي حطيته لكم في السيري هذيك تبداو فيها. بي وحلت فيها البي دي اف موجود في نفس الفور في نفس الوحدة متاع اليوم في الترافاي افير متاع حلقة اليوم متاع الويبينار متاع اليوم. كيستيون دو هو اللي وحلت فيه سفيان، باهي يعني ما نحبش نبدا خاطر الاكزرسيس الاول حطيتو ان اكزرسيس تيبيك اللي هو كي ريزوم تو سامبلومون لو كور، اذا تحبوا نزيدكم حتى ربع ساعه تو نزيدكم معناها ما قلقنيش، اما معناها جو بريفير كلي نبداوه نكملوه، تحبوا نبداو؟ باهي الاولاد استناني وسع كالعاده نعملوا الفوت، احنا فوزت 54 انتوما سونداج كالعاده، يلا هاي اللي يحب نكملوا يرفع يده، اللي يحب نكملوا يرفع يده. Je pense que les rafou aqal barcha men li ma rafouch. Voilà, fama barcha qalou lkom ta'bin w qadin
وراقدين دونك زيد خلونا الاولاد نكملوا المره ذي هكا فهمنا الكور. حاولوا انتوما في السيري اومو اللي حاجته بالارل هكا فهم الكور. راهو ليزيكزارسيس فريمون مش تلقى نفس الحكايه، تكتب ليكواسيون ديفيرونسيال تلقى ليكسبرسيون جوست لي فالور هذوما هما اللي مشيت تبدلوا داكور. دونك اي 0 ايغال كومبيان باش نلوجوا عليها الاو بي ام بكري كي شفتوها الفالور نتاعها معناتها لالور نتاعها فما فرق بين الريال والبوبين ايديال. دونك باش تلقاو الار هذيك ال انترفيان في الفالور فينال ماهيش سور دونك باش تدخل هي الموضوع هذا هو اللي باش يتبدل راهو ما فماش حاجه كبيره. L'équation différentielle est le UB. La question est enfin, en fonction de I, moi je suis en fonction de UB. Là. Voilà. La réponse qui m'a fait le condensateur. L'UC est la manette de tension, la charge du condensateur est la réponse. Donc on s'intéresse à l'équation différentielle en fonction de UC. Là, je vais te dire que l'I est la réponse. Donc je vais te dire que l'équation différentielle en fonction de I. D'accord? محمد كيف نعطيه والبوبين إشلون كونستان معناها U بوبين إيجال زيرو مش مش كنت لإشلون بي لإشلون ش معناها هاو ديجا ها هي الريبونس هاو الكورون كيفاش إليفولو وهاي كي التنسيون كيفاش شفناها مذكري ها نرجع لك للوه بي شوف معايا محمد لا درناي نرجع لك للتنسيون تنسيون بون دو لا بوبين هاي دونك شوف معايا التنسيون اللي هي بالاخضر التنسيون قاعده من الاول تكون ماكسيموم ولاحظ معايا منين تخرج التنسيون شوف الفالور هذه قداش 6 شنو هي 6 فينالمون نرجع للمونتاج 6 هي شكون 6 هي لا فالور دو ليشلون داكور دونك لا تنسيون دون لا بوبين باش تكون هي ليشلون من الاول هي الفالور دو ليشلون ايغال 6 ومن بعد elle diminue بشوية بشوية jusqu'à atteindre bon لهنا خاطر التو كبيرة برشا حطيناها هذاك علاش ما ريناهاش الفالور فينا دونك نحطها مثلا 100 سكر ونعاود نحل فوالا دونك 6 قلنا هي فينالمون لا تنسيون UB ايغال E ومن بعد تبدا elle diminue et elle tend vers 0 finalement OK. Donc, mouche U bobine égale à 0, mais m'bad, fait régime transitoire, oui, U bobine égale à 0. D'accord? Mais l'oul, elle évolue en exponentielle, m'bad, ou c'est clair, elle a fait m'naha alèche déjà, quand la haste, y a Mohamed, li ahna qu'on a l'UB, hiya, UB, hiya, on a j'en chante pour le fouk chouya. Donc, quelle ada, qu'on a UB égale à LDI sur DT. دونك لاحظ انت ال كيف ال اي كيف نية في البرمانون ال اي ولات كونستانت داكور دونك مالا هذه باش تولي لك الكل هاي فاتوندر فيغ زيرو اي دوكو ال اي بي باش تلقاها زيرو واضح محمد لا درام هي كيفاش نطلع ا بي اي الفا ايمان عاد هذه سهله مش صعيبه يا الفا دونك تعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال ليكسبرسيون اللي عطاها لك هو وتحط البارتي اكسبونونسيال وحدها بيان سور تحسب الديريفي نتاع الاي وتحط البارتي اكسبونونسيال وحدها والكونستانت وحدها ايغال ا او في ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعك وتحط كونستانت ايغال ا كونستانت اوكي باهي احمد منديلي يحب على الميكرو تفضل يا احمد مدام ك نطيحو في ال حليت لك يا احمد حليت لك نو حليت لك شمال حليت المريم تفضل مرحبا يا احمد اي بلاش نسالك على الفاز اللي كانوا يحكيوا عليه جماعه تويك كم تاع طلع الا والبي ولا الفا هي لما امبوز اتي ايجال زيرو مش امبوز شيء اتي ايجال زيرو لازم نكتبها باهي انت قداش عندك من فاريابل تلوج عليه برا قولوا ثلاثة ثلاثة لا مش برا خاطر كانهم زوز ما تتحقهاش كانهم ثلاثة مش تستحقها فهمت ثلاثة ونجم نطلعهم ونخرج هكا الاكسبونونسيال اون فاكتور والكونستانت باش تطلع مقابل الكونستانت ويبقوا زوز الزوز هذوك باش يطلعوا ايجال زيرو وواحدة باش تطلع عكس الاخر
علاش باش عرفت هذيك واحدة عكس الاخر؟ خاطر حطيت الاي دو تي اتي ايكال زيرو ايكال زيرو، ما تنجمش تحلها سينو. يخي فوالا، الاكسبونونسيال ما يجيش صفر، انت شوف كي الاكسبونونسيال باش تعمل، صفر زيرو. كي باش شوف يا احمد، كي باش تحل، باش تعمل الديريفي وتحسبها وتعوض في الاكسبونسيون ديفيرونسيال نتاعك، باش تلقى كيف ما قلت انت بارتي نتاع مضروبه في الاكسبونسيال بكلها اللي تيجالا زيرو. هذيك باش تخرج منها دو فاريابل على الاقل، باش تخرج منها واحده مثلا الا ولا البي ولا الفا، باش تخرج منها كان زوز، ما تنجمش تخرج منها حاجه اخرى. خاطر انت في التروز انكونو ما نجمش تكون عندك، معناها عندك دو زيكواسيون ما تنجمش تخرج منهم تروز انكونو. استثنى عليك لازم تشوف ايكواسيون ثالثه، فهمت؟ هذا الماتش شنو يقول لك بغض النظر على كل شيء. تحب سيستيم دو تروز ايكواسيون، دونك لازم يكون عندك تروز انكونو تروز ايكواسيون، دو انكونو دو ايكواسيون. احنا عندنا ايكواسيون ديفيرونسيال باش تعطيك في الاخر، كي توصل للاخر باش تلقى روحك حاجه كلها ايجال زيرو اللي هي مضروبه في الاكسبونسيال بلس اون كونستانت، دونك عندك دو زيكواسيون. هذو مش يعطيوك دو فاريابل، يا اما الا ولا البي ومعاهم الالفا. الثالثه شكون مش يخرجها لي؟ يخرجها لي لاني نعرف الكورون الي نول تي ايجال زيرو، معناها بتكتب اي دو زيرو ايجال زيرو وتخرج منهم تطلع لك الا ايجال موان بي. اون فات هكا نورمالمون، وفي صورة ما في الدوار نسيت هذه كلمة اتي ايجال زيرو، كي نسيتها ماكش باش تنجم تطلعها الفالور الثالثة، ما يلزمكش تنساها وماكش باش تنساها، خاطر انت باش توحل باش تلقى روحك طلعت زوز وتقول الثالثة منين باش نجيبها. لكن انا مادام طلعته من ثلاثة ونسيت ما كتبش اتي ايجال زيرو كيفاش؟ بربي فهمني كيفاش. اي انا سامعك باهية، كتبت كل شيء كيف ما كأني كتبت اتي ايجال زيرو، خدمت نفس الخدمة هذيك، اما كلمة اتي ايجال زيرو ما كتبتهاش. لا شنو انت كي تكتب اتي ايجال زيرو تكتب اي دو زيرو ايجال زيرو، راهو مش تكتب ليكواسيون ديفيرونسيال، راهو هي مو لو لا الكونستانت باش تطلع مقابل الكونستانت ويبقوا سنة زوج سنة. وسط القوس. اسمعني يا احمد، انت اول حاجه كيفاش تعمل؟ كتبت ليكواسيون ديفيرونسيال ولا هي باه؟ ومن بعد شنو عملت؟ عملت ديريفي دي دو اي وعوضت في ليكواسيون صحيت باه وطلعت بالاكسبونونسيال، خرجت الاكسبونونسيال اون فاكتور، جيني حاجه اكسبونونسيال وبعد قوس في وسطه حاجه بالموان، ومن بعد القوس تجيني كونستانت حاجه سير ال ولا الفا، المهم اي كان المهم كونستانت يقال الكونستانت صحيت اللي هي او الكونستانت الاخرى مشي للاخر. دونك عندك حاجه ايكالا او وعندك الحاجه الاخرى ايكالا زيرو بالضبط، والاكسبورنسيال ايكال الاكسبورنسيال الاخرى اللي هي معناش يعني ماشي صفر. اي دونك بقيت هذيك في القوس ما نحكيش عليها، اللي في وسط القوس اللي يهمك، اما الاكسبونونسيال ما تنجم تعطيك شيء هذيك وقتها. هي الاكسبونونسيال هذاك مشي على روحه، ما ناخذوش، ناخذ القوس نحطه ايجال زيرو ونحط الاولى ونهز الاخرى من غاديك، يعني الاولى ايجال الثانيه وبطبيعتها فيها موا كي تمشي من غادي تولي بلوس. ايه هذا ما هذي. تطلع تطلع عندهم ظهر لي نفس المقام حاجه كيف ما نفس المقام هيك. يا احمد انا ما نعرفش، ان توكا ان توكا انا بالنسبه لي عندي تروز ايكواسيون، تروز انكونو ا بي الفا، يلزمني تروز ايكواسيون. ليكواسيون الاولى اللي هي البارونتيز اللي حكيتها انت مضروبه في الاكسبونونسيال ايغال زيرو، ليكواسيون الثانيه اللي هي الكونستانت ايغال او كونستانت ايغال كونستانت من نفس الايكواسيون هذيك هي اللي طلعتها في الاخر، والثالثه اللي هي باش تعطيك واحده منهم يا الا يا البي انت تختار، خاطر الاتي ايغال زيرو تكتب اتي ايغال زيرو اي دو زيرو ايغال زيرو، دونك ليكسبرسيون دو اي ايغال زيرو تعطيك ا ايغال موان بي. تلقى روحك انت ديجا مطلع واحده منهم في الاخرين الزوز، يا اما الا يا اما البي، دونك الاخرى موان معناها ا ايغال موان بي مثلا، فهمت؟ ما تنجمش تخرج الا موان ايغال موان بي الا ما تحط التي ايغال زيرو، دونك فما حاجه كيلكو بار انت ما عرفتش كيفاش عديتها معناها، فهمت؟ واحنا ديجا تنصلحوه المره الجايه ونديتايه به. انا اللي انا حبيت نقول لكم انه ليكزارسيس الاول سي ان اكزارسيس دو كور تيبيكمون، معناها باش تفهم بالكدا الكور والاكزارسيس معناتها الايكواسيونات الكل، ومن بعد كيبدا يتبدل شويه الريتم. انا مانيش نحكي على الاكزارسيس اللي في السيري، ما لا علاش ما تحكي، نحكي على الدفوار. اما دفوار دفوار في الكلاس مو عاد دفوارات كنترول، عندي دفوار. وين منين مش نعرف يا احمد. ليه نحكي لك كيف خدمت يعني هكا خدت حسب ما سمع. فهمتك فهمتك، هو اعطاك اللي زان كونيو ثلاثة، بي والفا ما ظهر ولا ما اعطاكش؟
هكا هو كان عطاك الا والبي هكا هو والالفاظ ضايع معناتها قال لك ا وبي والاخرى تو عطاها لك من الاخر تو معناها تخدم هكاك عادي سي نورمال تلقاها من نورمال وفي فهمت صورة شنو ما يطلع حالي ثالثة الثالثة وانا كيف ما زفت يعطيكش التو التو يقول ما يكتبلكش ليكسبريسيون ان فونكسيون دو تو معناها ما يكتبلكش مثلا اي دو تي ولا اس دو تي ايغال يكتبلك مثلا ا اكسبونونسييل موان الفا تي ولا الفا ما نعرفوهاش خاطر انت تعرف ان المامون هذيك موان تي سور تو هي في الاصل فهمت كان هو عطاها لك موان تي سور تو معناها تو ماكش باش تلوج عليها هذيك عادي وكان عطاها لك مكتوبه الفا ولا بيتا ولا لامدا ولا تحب انت معناها ما نعرفهاش كوم كوا هذيك شنيا وقتها لازم تستخدم الفاست اتي ايكال زيرو فهمت خدمتي كان هو عطاني نطلع زوز راني طلعت زوز في خدمتي كامل كان عطاني يطلع ثلاثة راني طلعت زوز وباقي ثانية واحدة صحيت معناها مش مشكل فاصون مش مشكل خاطر في الاخر بعد يعطيها لك هذيك تو باهي ودعم يعيشك ده عايشك يا احمد الله على خير نرجع لاصحابك تو سالوني برشا سؤالات على خير عايشك نرجع به لحظه الاولاد خاطر برشا قاعدين يكتبوا دونك نرجع لهنا بي دي اف به بي دي اف سفيان هاني باش نبعثو تو لحظه برك مي كيفاش ديود في هيك سونس جي با كومبري ديود ديما نحطوها يا احمد في سونس اللي ما ياثرش على الفونكسيونمون نورمال يعني الفونكسيونمون نورمال كون وقت اللي مفروض وقت اللي باش نسكر الانتربتور الكورون باش يتعدى هنا ويلزم يتعدى في الريزيستانس والبوبينه بيان سور اذا كان هذه مش موجوده باش يتعدى على روحه ما في باله بشيء لكن انت كي باش تزيد ديود كان باش تحطها هكا مثلا معناها ما حطيتهاش كيف ما اني من الاول شنو باش يصير كي يوصل الكورون هنا باش يتقسم شطرو لنا وشطرو لنا خاطر هذا يعني الكورون ينجم يتعدى من هنا باسونت هذا ما يجيش خاطر هي ماهيش تابعه ماهيش تابعه السيركوي ار ال ديبول ار ال هذه دونك ما عندهاش ما يلزمهاش تتحط هكاكا سو كيفي بالسيف يلزمها تتحط دون سو سونس باش كي يتعدى الكورون لهنا يلقاها بلوكي ما يتعداش لنا يتعدى الكل في الاي في البرانش هذه داكوغ باه ديود هاني جاوبتك مدام بالله اعمل كور جديد على ديبول ار ال شو معناتها كور جديد تقصد فيديو ولا تقصد شنو بالضبط يا محمد علي به كيف نحيو كيف نطيحو في الاير تطيح التو ولا العكس اي كيف نطيحو في الاير تطلع التو تكبر التو وكي تكبر التو معناها السيستم يولي بلو لون فهمت دونك قلنا انفيرسمون بروبورسيونيل للاير كي نقول لك انفيرسمون بروبورسيونيل معناها كيف تطلع الار كيف الار تكبر التو تطيح كيف الار تطيح التو تكبر داكو كوا دوتر دونك بالله عندنا ريبتور دو كورون دون ان ديبول ار ال قلت لكم الريبتور دو كورون ماهيش تابعه معناها ريت احنا توش حكينا كونو الانتربتور محلول وسكرنا دونك الكورون يفا اوغمونتي الشطر الثاني اللي هو وقت اللي الكورون يفا ديمينوي هذا ما يهمناش في معناها يهمكم جست يلزمكم تعرفوا كونو انتم ديجا تعرفوا كونو الكورون يفا ديمينوي اون ترانزيتوار اوكي وهذاك علاش داير نحطوا الديود دو روبتور هذيك ديود دو روليب سمحت اما ما يسالكش عليه كايكواسيون ديفيرونسييل و دي زيكواسيون كل شيء تيوريكمون لا جوست لازمك تعرف الفينومين معناها براتيك وكا هو اوكي شنو اخر كيف في السيلفر في السيلفر تحكي ار ال ما حطوش يا اخي الواحد نتاعي الفيديوهات نتاعي ما حطوهمش الوغ واضح توا نعرفش كان مازال فما كيستيونات ما جاوبش عليهم شكون مازال عنده كيستيون سي فوبلي سينو نكمل واه معناها نروحو نكمل سونس ديود اي لو سونس كونترير دو اي يا احمد صحيت سونس كونترير دو اي متاع السيركوي اللي الاي اللي باش يخرج من جينيراتور اوكي فوالا باه مريقلين دونك الاولاد نقولكم على تصبح على خير نبعث لكم توا البي دي اف ونحطه لكم زاده في الويبينار داكوغ دونك نقولكم تصبح على خير